بهدف بناء كوادر إفريقية قادرة على التفاعل مع التقنيات العالمية الحديثة في قطاع الاتصالات، افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركز المصري الإفريقي للتدريب. اليوم نستضيف 25 خبير من مختلف الدول الإفريقية في أول دورة، كما أقول ستعقبها دورات أخرى لكي نتبادل الرؤى وقصص النجاح حول إدارة وحوكمة قطاع الاتصالات في إفريقيا. أهمية هذا المركز وأهمية هذا المشروع أنه يؤكد أن سياسة مصر الراسخة في التعاون مع أشقائها الأفارقة ليست شعارا نرفعه أو خطبا نلقيها، ولكنها مشروعات جادة حقيقية على الأرض. رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد أن المركز يستهدف تدريب 150 متخصصا إفريقيا سنويا، فضلا عن تقديم برامج تدريبية في مجالات الأمن السيبراني ومجالات المدن الذكية والبنية التحتية للاتصالات. يعكف على تصميمها وتدريسها نخبة من الخبراء الدوليين، سواء من خلال أسلوب التدريب التقليدي أو آليات التعلم الرقمي، ذلك في عدة مجالات كالأمن السيبراني الذي يحتل مرتبة مهمة في قارة إفريقيا في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية حول العالم، وكذلك مجال إدارة الموارد النادرة كالترددات والترقيم، والتي تتطلب كفاءات بشرية متميزة لإدارتها على النحو الأمثل والاستفادة منها بصورة تنعكس إيجابيا على خدمات الاتصالات والإنترنت. ومع افتتاح المركز المصري الإفريقي للتدريب، تم إطلاق أول دورة تدريبية شاركت فيها 11 دولة إفريقية، وأكد المتدربون حرصهم على المشاركة للتعرف على أحدث مخرجات قطاع الاتصالات وبخاصة التجربة المصرية. نحن سعيدين جدا بوجودنا في المركز. يمكن المركز من المراكز الواعدة جدا، شفنا التجهيزات الكبيرة جدا للمركز والإعدادات الفنية والإعدادات الإدارية. مصر من الدول المتقدمة جدا في الاتصالات، خصوصا الآن قفزة كبيرة جدا في التقرير الأخير للاتحاد الدولي للاتصالات. أكيد في مجهود كبير جدا يتبذل، ولولا كده ما كان حصل القفزة الكبيرة دي وفق المعايير الدولية للاتحاد الدولي للاتصالات. وبحسب مؤشر أداء منظمي الاتصالات الدولي، وبالتزامن مع تقدم مصر لتحتل المركز 41 من بين 193 دولة، يأتي تدشين أول مركز مصري إفريقي للتدريب ليعكس ما تم إنجازه في البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات المصري.